السلام عليكم المغاربة. أنا هي السيدة اللي سرقت لي السيارة ديالي كليوكات في طنجة. المهم أنا يا جيت لمدينة طنجة، جيت باش نوضح بزاف الحوايج، لأن شفت البارح هذاك الفيديو اللي خرج بيه هذاك الشفار وكيقول لك أنا ما ديتش ليها، وكيقول هذيك الهضرة كيشهر فيا وكيقول فيا شي هضرة ما كايناش، كي يقول عاهره وبزاف الحوايج قالهم عليا. انا يا ديك الساعه جيت لطنجه وهو كان في طنجه وتلاقيت معاه، منين تلاقيت معاه ركب معايا في الطوموبيل، ياك على اساس انا ديجا هضره لي كنت هذيك مده شهر على اساس غادي نبيع الطوموبيل، وهذا قال لي بلاتي نقسيها هو يهرب بيها، هرب بيها قال لي بلاتي انا نشوف هكا. انا يا نزلت، منين نزلت هو علق بالطوموبيل بحال ديالو، بحال هو اللي شاريها ليا، لا والو، هربان ومخبي، هربان ومخبي وكل شيء، ويعيط بنمره ويطفيها في البلاصه، عنده 20,000 نمره. انا شفت الفيديو اللي دار، الفيديو اللي دار البارح شفته، يعني فريمون شماته ديال بصح، اقسم بالله ما راجل، لا والو، ما يقدرش يعيط، لا والو، ما يقدرش، ما عندوش الوجه، علاش غادي يعيط؟ واش واحد داي طوموبيل كليوكات ما عندوش حتى هو ما كيراكبش عليها وغيعاود يعيط ليا؟ هو دا الطوموبيل، علاش غيبقى يعيط ليا انا؟ اشنو انا؟ المهم وجبد شي حوايج، قال لك والديا ولا هذا، انا الوالدين ما غنعيرهمش، الوالدين لا والديا لا والديك، لا حقاش هذوك كيبقاو والدين، وانا ما عيرتهمش في الفيديو حتى اللي كت، انا ما عيرتهمش، انا حدي قلت الفقر، والفقر عادي جدا، واحد فقير اخويا تمشي تشفر عباد الله، واش فقير تمشي تنصب على عباد الله، تمشي دير ليهم حوايج، دي حوايج الناس، واش دابا هذا راجل هذا؟ واش راه شماته؟ راه كلشي ما بقاتش الرجوله، فين هي؟ اين هي الرجوله؟ اين هي؟ واجه يعني انا دريه ما خليت، مشيت لك الوجه ده وجيت لك حتى لطنجه، ويلا كنتي راجل واجهني، ما كنتي عندك الوجه واجهني وسير القانون، علاش هربان؟ خويا الطوموبيل تشفرات لو 26 اكتوبر، شحال دابا؟ دابا راه شهر ونص، طالعه في شهرين، الطوموبيل غبرات ما بقاتش كتبان، فين هي؟ الله اعلم، باعها الله اعلم، ما فهمتش. درت جميع الاجراءات القانونيه، درت ليه ديكلاراسيون اول حاجه، درت شي كاين عنده وكيل مالك، ما خليت. المهم انا الرساله اللي كنوجه ان هذا السيد هذا راه باقي في طنجه، وكاين في طنجه، وخرج غير البارح في فيديو، انا كنقلب عليه وكنقلب عليه وكنقلب عليه وهو هربان. انا كنطلب من السلطات ومن رجال الامن اللي في طنجه يوقفوا معايا، لان هذا الشيء بزاف. السيد ديجا عنده سوابق وفي مذكره تبحث وكل شيء، وعندي عليه الدلائل، وعنده كل شيء، عنده اي حاجه كتبت ان هذا السيد مجرم. ما عرفتوش انا، لا ما عرفاش، لا حتى ملي مشيت لديكلاري ومني مشيت لدربهم الحومه، عاد قالوا لي هذا راه نصاب، هذا راه حر، هذا راه كيدخل الحبس، ما خدامش، ما عنده لا دار لا طوموبيل لا حتى حاجه، كيجي كي ما فهمتش، ما والو، ما عنده حتى شي حاجه، كيجي لطنجه. انا منين عرفت انه حرق وبغيت نقلب عليه، دا ليا الطوموبيل، واش فهمتيني ولا لا؟ واش اخويا انا غنتصاحب مع حراق؟ راه ما يمكنش، انا دريه غنخاف على راسي، ما يمكنش ليا انا غادي نمشي مع حراق في الطريق ولا هذا، يعني راه مشبوه، راه حراق شنو كيدير؟